ما قريت وطلبتي سماح وكذا من عاود ما سمحتش. وش قلت؟ انا نطلب منك انت السماح؟ شفتوا اللي ما يشربش قهوتها مع الصباح كيصرى له؟ انا نطلب منك انت يا الزاني يلي مكبل يلي ولدك في عمره 11 سنه وماكش عاطيه نقمتك، خاطرش علاه ماكش راجل وماكش تزيري يا الزاني. انا نطلب منك انت يلي اختك وسيله راحت بالجوف شهرين ولدت قل من عام، نحط لك عقد الزواج تاع اختك، نحط لك شهاده الميلاد تاع ولد اختك، السيده ما كملتش العام وولدت، نتوما جناين تربدوا في شهر وتولدوا على 6 اشهر. انا نطلب منك انت يا السماح يا ولد اكبر عاهره في الجزائر، امكم كثرة العهر دارت حجاب شرعي، انا نطلب منك السماح انت يا الزاني الزاني مكبل في الحرام. حبيت نقول لك حاجه، وليدك اذا ماكش قادر تواجه وتقول له انت ولد الحرام، عندي ناس اللي باغيه تعاوني، الدخول المدرسي راه قريب لولدك، نقدروا نحكموا هكا غير تدوسمو وفهموه باللي معليش غلطه، خاطرش كي يروح للمدرسه يسمع النوت فامي تاع يماه ما يسمعش النوت فامي تاع باباه. واذا تحب نديروا الخير في البلاد نوصلوا القصه، الراجل اختك مسكين اللي عنده ذوي الاحتياجات الخاصه اللي دمرتو اختك بالجوف وكذبني، وحط عقد الزواج تاع اختك وحط شهاده الميلاد تاع ولد اختك كذبني.